جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول بنت عمي قد قاطعها والدي وهو الآن مسافر، هل تجب علينا نحن بنات عمها وزوجة عمها زيارتها علما بأننا إذا زرناها سوف يحدث مشاكل؟ نعم، عليكم بزيارتها ومناصحتها والإصلاح بينها وبين من قاطعته حتى يعود الوفاق والوئام بينهما، فتكون يكون هذا من عمل الإصلاح. نعم، الإصلاح، والإصلاح مطلوب بين المسلمين، لا سيما بين الأقارب بعضهم مع بعض. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فعلى الكل بزيارتها ومناصحتها والإصلاح بينها وبين قريبها. نعم.